لسه مكملين مع حضراتكم طبعا احتفالنا بابطال مصر وابطال افريقيا. معايا ومعاكم المدير الاداري المكوكي. الحقيقه كان ليه دور كبير جدا، بس مش في تذليل العقبات الاداريه للفريق ومتابعتها بشكل دولي، ولكن ايضا في تنظيم البطوله، الكابتن خالد ابو زين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن هيثم. ازي حضرتك؟ والف مليون مبروك يا كابتن. الله يخليك، الله يبارك فيك للنادي الاهلي كله ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز والجمهور العظيم اللي جالنا وقناه النادي الاهلي اللي ما فرقتناش. اكيد يا كابتن. واحنا كنا بنعمل مداخلات واعتقد ان حضرتك شايفها طبعا، يعني مش عايز اقول لحضرتك كان ليها اثر وسط اللعيبه وسط الجهاز، كان عامل ازاي ان الناس دايما معاها والناس سامعاها وشايفاها، والدور كان كبير جدا. يعني للنهايه باذن الله يا كابتن. يعني الحقيقه ان شاء الله معايا ومعاكم طبعا رجل في الجهاز، الحقيقه يعني انا بحس انه لاعب من كتر ما هو على البنش قاعد وبيتنطط مع اللعيبه وبيوجه اللعيبه. انا كان ناقص بس يلبس شورت وفانيلا وينزل الملعب. معايا ومعاكم الكابتن محمود جمعه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، ربنا يخليك. جاهز نمضي العقود بقى؟ يلا يلا بينا. نورنا يا كابتن، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن هيثم. معايا ومعاكم لاعب فرق كتير جدا مع الفرقه في الاستقبال، روح عاليه جدا، اداء، وهو الحقيقه كان رمانه الميزان في الفرقه. وطبعا يعني من وجهه نظرنا كان يستحق طبعا لقب شخصي، ولكن هو مش في دماغه هذا الموضوع خالص. معايا ومعاكم الكابتن محمد معوض. اهلا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، والف مليون مبروك. وادائك رائع وما شاء الله عامل فورمه هايله، واحنا بنهنيك على ده. تسلم، ربنا يخليك. ويعني كفايه شهاده حضرتك، يعني كلام جميل واهم من اي كاس فردي، يعني شهاده الناس الاهلاويه حبايبنا والناس اللي فاهمه زي حضرتك. شكرا. طبعا ده يعني واجبنا وده حقك، ربنا يخليك. شكرا. معايا ومعاكم بيبقى في فرد في الجهاز كده غالبا اللعيبه مش بتحبه، غالبا. ليه بقى؟ لان هو بيفرمهم بدنيا، بس ده مش موجود في جهاز الطياره. ليه؟ لان هو عايش معاهم ومصاحبهم ومديهم يعني كل اللي عنده. معايا ومعاكم كابتن حسن عبد الحسن عبد المجيد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا حسن المجيد، كابتن ربنا يخليك. الفتنس بقى والاعداد وكله تمام؟ الحمد لله كله تمام. زي الفل زي الفل تمام. منورنا يا كابتن، الف مليون مبروك. اهلا وسهلا. وبتهيألي انت اكتر واحد سعيد بالمكسب ده، لما بتلاقي اللعيبه في فورمتها واللعيبه ما شاء الله نط، تلاقي الارقام، ارقام السبايك وارقام البلوك تو هاند بلوك والحاجات دي كلها لما بتعلى في ارض الواقع وفي السكاوتنج بتبقى انت اسعد واحد. طبعا الحمد لله، ده بيبقى نتيجه مجهود من بدايه السيزون، واحنا بيبقى ماشيين بخطه، بيبقى عاملين تيستات كل فتره، فالواحد بيبقى عارف واحنا داخلين البطوله الناس واصل حد فين، فدي بتبقى حاجه مطمناه شويه، ودي بتبقى حاجه يعني بتدي ثقه حتى للعيب ذات نفسه، لما اللعيب عارف ان هو هيشوط الكوره من اي نقطه في الملعب، وان هو يشوط من فوق اي بلوك قدامه هيطلع من فوقه هيشوط، والكلام ده كله سواء من الحركه او من الثبات، يبقى فده بيبقى مدي ثقه للعيب، وفي نفس الوقت مدينا ثقه ان لا يعني اللعيبه دي هتقدر تعمل حاجه. انت عارف يا كابتن، لما كنا بنقعد نقرا الاحصائيات ونشوف طبعا الهايت والحاجات دي كلها مالناش فيها دخل، دي متوسط اطوال، ولكن كنا بنشوف مثلا السبايك مثلا 3 متر 25 3 متر 30، فلو تقول يا ربي ما هو لو اتقرص عليهم شويه ممكن يجيبوا اكتر. فانت بتابع كل ده، انا عارف طبعا، والتو هاند بلوك والضرب من الحركه والضرب وفي تمرينات مختلفه من كل لاعب تاني، هتلاقي احمد سعيد غير معوض غير 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 منعم، كل واحد وهتلاقي ليه تمرينه، صح ولا انا غلطان؟ طبعا هو البرنامج اللي احنا بنبقى شغالين عليه في بدايه الموسم بيبقى فيه زي فتره اعداد عام لكل اللعيبه كلها، يعتبر زي بعضيها، ده بيزك ثابت لكل لما نخش في فتره الاعداد الخاص بيبدا نقسم الشغل شويه، يعني ممكن معوض كان الليبروهات كلها كان ليهم برنامج خاص بيهم هم مختلف عن اللعيبه كلها، صحيح. حتى لما بدانا نخش في فتره المنافسات وكده ممكن كان بقى في تقسيم حتى المراكز من داخل اللعيبه كمان، يعني مثلا كان في البصيره مثلا كنت احيانا بخفف لهم الحمل شويه قبل اللعيبه الثانيه، لعيبه الاربعات والاثنينات كنت ممكن ماشي الحمل زي ما هو تقيل شويه عليهم، الليبرات ببقى مخفف لهم برضو الحمل اكتر كمان بتمرينات ثانيه مختلفه خالص، مش بنفس الشدات اللي بيشتغل بيها سواء باقي اللاعبين في مركز اثنين او في مركز اربعه، لا فكان في تغيرات حتى واحنا داخل الماتشات والكلام ده كله، كان بيبقى في احيانا لعيبه لا انت النهارده هتعمل شغل مختلف عن الناس كلها. انت شايف ان هو عنده مثلا اوفرلودد، شايفه بنخش شويه يعني في حته الفروق الفرديه، يعني في لعيب فرديه لازم طول الوقت يقول لك انا عايز الجيم، يعني بحس ان انا ما بعمل جيم، لا بحس ان انا ماسك على واقف على رجليا وبنط اكتر. زي مين يا كابتن؟ عندنا زي منعم. منعم. زي عبد العال نفس الكلام، كان لازم يحسوا ان الجيم اساسي عندهم. يعني كان احيانا مثلا انا رايح الماتش مثلا قبلها فترة قليلة كنت انزل معاه الجيم كده، بيعمل تمرينات معينة
ممكن جاهزين او ثلاثه بس بالظبط بيعملهم بسرعه معينه واخده وامشي بعيد عن اللعيبه كلها. طب والتغذيه يا كابتن؟ والله التغذيه دي انا ممكن من الاول احنا كنت في بدايه او في نص الموسم كده عملت محاضره عن التغذيه للعيبه ودايما كنا احنا بنظبط موضوع السبلمنت كل فتره من الفترات. لسه اسالك الكرياتين مهم جدا لان الاجهاد بيبقى عالي والبطولات دي البروتينات مهمه بتديهم يعني بتدي للعيبه في بعض السبلمنت طبعا في بدايه الموسم مختلفه حتى عن واحنا في نهايه الموسم يعني احنا ممكن الفتره اللي فاتت دي كلها كان كل تركيزنا على حاجه اسمها الجلوتامين ده حاجه بتعمل ريكفري استشفاء فده كنا تقريبا بصفه يعني دوريه كل يوم بالليل لازم على العشاء اللعيبه بتاخده وكان احيانا بعمل لهم بي سي دبل اي كده حاجه جوه بياخدها جوه التمرين جوه التمرين او جوه الماتش ده في حاجه بيتاخد في عصير وبيبقى يعني بيتضاف عليه ميه او اي عصير عشان ده بس نوع كده من البروتين ما بيخليش يحصل تكسير في المسلز اثناء المجهود يعني صح عشان ما يخسش اللعيب بالظبط كده برافو عليك لا طبعا ده بالاضافه للوجبات في الغداء بياكل ايه وفي العشاء بياكل ايه بتختلف طبعا قبل الماتش قبل الماتش يعني بيبقى فيه زي سيت منيو كده لكل لعيبه انواع معينه نوع مثلا الفراخ بس مكرونه سلطه ونوع فاكهه ما فيش اي لخبطه ما فيش الكلام ده كله عشان لازم قبل الماتش لازم يبقى بنديهم اي حاجه تديهم انرجي للماتش حاجه مصدر طاقه يكون سريع يقدر ان اللعيب يستفيد منه يتحرق سريع. مش مجرد انت بتاكل وخلاص او بتاكل كويس وخلاص لا هو الفكره في نوعيه الاكل اللي انت بتاخدها ايه الهدف منها وبعد ما بتخلص الماتش ايه اللي انت المفروض تاخده في الاكل عشان يقدر يعوض لك عمليات الهدم اللي بتحصل في جسمك عشان الجسم اثناء الراحه واثناء النوم ده بيبدا يعمل حاجه اسمها انابوليزم او عمليات بناء عشان يعوض كل الحاجه اللي حصلت او عمليات الهدم او التكسير اللي حصلت خلال اليوم ده هاجم حضرتك كمان في الاوقات اللي بيبقى فيها حمل عالي هاجي لحضرتك عشان تقول لي كنت بتعمل ايه لان احنا كنا في الاستوديو بنقعد نقول طب هيعملوا ايه ده لسه نايمين الساعه 12 وهيصحوا الساعه 10 هرجع لحضرتك تاني بسجل كابتن خالد يمكن حضرتك يعني البطوله دي اشتغلت بروحين روح مع الفرقه ومن قبل البطوله كمان حتى يعني شغال مع الفرقه بكل طلباتهم باللي عايزينه بالسفر وطلباته بالمعسكر ومع نفس الوقت مع الفرق اللي جايه عملت ازاي يا كابتن خالد انت حتى شكلك يعني ما بتنامش والله يعني انا عايز اقول لحضرتك انا بقى لي فتره كبيره جدا في النادي الاهلي طبعا الفتره الكبيره دي خلتني ان انا احب النادي الاهلي وحب النادي الاهلي ده فعلا شيء كبير النهارده حضرتك احنا اصبحنا بنشتغل حبا في النادي الاهلي لما تلاقي بقى حضرتك مجلس اداره محترم بقياده محترمه زي كابتن محمود الخطيب ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله ويرجع ان شاء الله معافى باذن الله ان شاء الله حتى وهو حضرتك مش موجود ولانا على طول معالي وزير العمري فاروق كان معانا على طول الاستاذ محمد الجرحي كان معانا على طول الاستاذ محمد الضماطي اعضاء مجلس اداره معانا على التليفونات نيجي بقى لإدارة النشاط الرياضي اللي هي حلقة الوصل وأنا يعني في حتة معينة كده عايز أكلم فيها إن أنا أعتبر يعني منسق ما بين الفرقة واللعيبة وإدارة النشاط الرياضي صحيح واخد بال حضرتك أولا المفروض إن أنت كراجل مدير إداري أنت بتذلل كل العقبات للفرقة وما بتدخلش الفرقة في أي مشاكل مشاكل إدارية دي تمام تخلصها على طول والحاجة التانية إن أنت بتبقى على اتصال دائم بإدارة النشاط الرياضي أنا كل ما أروح عليك قاعد هناك يا كابتن خالد والله إدارة النشاط الرياضي بقى لما نيجي نشوف الكابتن رؤوف الحقيقة من ساعة ما جه الراجل ده يعني أنا بكني له كل احترام لأنه كان في يوم من الأيام مدربي بيجي من الصبح يمشي الساعة 11 بالليل الحقيقة حاجة يعني أنا فعلا مشفق عليه واخد بال حضرتك الحته الثانيه ان هو على طول متابعنا في حاجه في مشكله في كذا في لعيبه عنده اي حاجه على طول بيزلل يعني احنا ايدينا مع الناس ما احناش حلقه فقط ايضا مدير تنفيذي النادي ما فيش حاجه محمد بن مرجان ده اخويا عبيد محمد مرجان طبعا كان معانا امبارح على الهاتف وبرده نفس الشيء ما يعني امور دخلت له كتير وزللها وبسطها لنا ويعني كان جميل في الحته دي هو ده النادي الاهلي يعني واخد بال حضرتك هو ده النادي الاهلي بالظبط كده هو ده النادي الاهلي حته بقى ان انا بشتغل حضرتك في حته تانية عضو في اللجنه العليا المنظمه بالظبط كابتن رؤوف لما جه قال يا جماعه هاتوا الناس اللي هي اشتغلت السنه اللي فاتت في الباسكت فالحقيقه انا كنت منهم فانا حضرتك اشتغلت كذا سنه في عضو اللجنه العليا المنظمه
اكتر من 40 بطولة. صحيح. فالناس التجأت لي والحقيقة يعني لازم اشيد بالاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي. ناس على خلق محترفين وناس مؤدبة ومحترفة وبتتعامل بكل احترام مع كل الناس. وبرضو الكابتن رؤوف عبد القادر الدينامو المحرك برضو في وسط الاعضاء بخبرته الكبيره. وانا يعني من هنا عايز اقول لحضرتك لازم حضرتك تجيب اعضاء اللجنه العليا المنظمه دي في برنامج. كانوا معانا على الهاتف دلوقتي كانوا المهندس الاستاذ محمد الجرحي. لا انا قصدي جيب الاعضاء بعد الاربع بطولات. انا هيبقى انا انا بعد أنا الاربع بطولات هناخد التاريخ كله. ليا راي في الموضوع ده. اتفضل يا كابتن. لان الناس دي فعلا جنود مخفيه وخد طبعاً. بالك دول ولاد النادي ما لم يستعان باي حد من بره الا برضو عشان كل واحد ياخد حقه. الناس اللي المفروض حضرتك بتجيبها من الاتحاد طبعا لازم الاتحاد يعني برضو في الفتره اللي جايه اللي هي الهاندبول جبنا حضرتك ثلاثه الاستاذ هيثم والاستاذ سامح واخد بال حضرتك وبالاستعانه برضو اللي خالد بيه العوضي واخد بالك على اساس ان هم يكملوا معانا في اللجنه العليا المنظمه لان عندهم خبرات عارفين وهنحتاج لهم. هنحتاج لهم. خلينا يا كابتن اخد مع حضرتك مداخله مع الكابتن عبد الحليم عبو سنتر بلوك الفريق. اهلا بيك يا عبد الحليم. اهلا بيك يا استاذ. قول لي وصلت بالسلامه ولا لسه؟ انا خلاص انا داخل على البلد اهو. طيب توصل بالسلامه والف مليون مبروك الحقيقه. يعني انت كنت هايل الحقيقه. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لمجلس الاعضاء ومبروك لجمهور النادي الاهلي. انت يعني شكلك في الملعب بامانه لعيب اوروبي الحقيقه. انا بكلمك يعني ستايلك بطولك ب ب ب ب شكلك يعني في الملعب ستايل يعني جميل ومنتظرين منك كتير يا عبو. الحمد لله على مكتب الكوره ديت. بس يعني الشنطه الناس عارفه بحليم عبو بس النادي انا يعني مش مبسوط من المستوى بتاعي لان في شويه دروبات عندي شويه اصابات عندي شويه مشاكل فمش عارف كده برضو مش حليم عبو اللي الناس بتتضايق منه. لا مين طب انت خليك بس كده يا حليم وهاتينا كل مره بطوله افريقيا واحنا راضيين بس بالمستوى ده ما عندناش مشكله. انا زعلان على نفسي حتى ممكن هو الكابتن خدم دي انا عارف الكابتن دي عارف والناس اللي عندك كلها عارفه ان ده مش شاب حليم بتاع السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها بس الحمد لله كده حاجات بسيطه بس في ظل الكلام ده كله الحمد لله ان احنا ناخد الدوري وناخد وان شاء الله باذن الله الكاس ان شاء الله ثلاثيه السنه ان شاء الله. وخلي بالك يا ابو حليم انت لعيب مؤثر في نادي الاهلي ولعيب مؤثر ايضا في منتخب مصر رب. وعليك حمل كبير خد بالك انت مجهود الماتشات برضو انتوا ما بتحاولش تريحوا يا ابو حليم ولا ايه رايك؟ كابتن عايز ربنا يخليك. هي المشكله بس ان عندي مشكله ان الركبه وطوره معروف للدكاتره بيقولوا ما فيهاش حاجه. طب الركبه وطوره من ازاي؟ طب الرش ده من ايه؟ صحيح يعني هي مشكله بصراحه يعني بقى لي ثلاث شهور مش عارف حل يعني هم قالوا اخر ما نسى يعني هخش نعمله منظار استكشافي فمش عارف بقى ربنا يستر بعد الموسم كده اشوف هنعمل ايه ان شاء الله. ان شاء الله تبقى زي الفل مش هيبقى فيها حاجه باذن الله ولو في حاجه تبقى حاجه بسيطه. بس قول لي يعني انت يعني الموسم ابتدى عبد الحليم وكنا عندنا طموحات كبيره وعشناها مع بعض كنا عايزين دوري والحمد لله اتحقق عايزين افريقيا واتحقق. يعني كنت شايف الموسم ازاي يا عبد الحليم؟ كنت شايف ان احنا ممكن نحقق ده ولا كنا محتاجين برضه سنه زياده؟ لا والله احنا المفروض يعني هو احنا كنا المفروض نحقق الكلام ده من السنه اللي فاتت بس هو توفيق من عند ربنا ان احنا ما خدناش الدوري بس الحمد لله قدرنا نكمل ناخد افريقيا. هي كانت الفرقه كلها الحمد لله ماشيه بسيستم كويس كان كابتن ميدو ماشي معانا بنظام كويس تمرين كنا معانا اللعيبه كلها على مستوى عالي كنا مدعمين الفرقه كان محمد عبد المنعم موجود ومحمد عادل موجود وكان معانا محترف كويس فكنا السنه اللي فاتت كنا ماشيين كويس والحمد لله بس قدر الله يعني استنى الدوري بتاعه مش كويس بس قدرنا ناخد افريقيا وبعد كده رجعنا افريقيا ومنع المصاب فبرضه بطوله الكاس دي راحت علينا. هي السنه اللي فاتت ما تختلفش عن السنه دي حاجه لان برضه السنه اللي فاتت زي السنه دي دعمنا عبد الله على السلام وجبنا شكر المحترف من تونس وكنت دايما ماشيين على نفس المستوى مستوى التدريب البدني ومستوى التمرين الفني وماشيين واحده واحده بس ان شاء الله الحمد لله على كده يعني ان ربنا ما ضيعش تعب السنه اللي فاتت يعني طبعا الناس تعبت الناس تعبت اللي عليها فلازم ربنا يوفقنا بالدوري لازم ربنا يوفقنا بافريقيا وان شاء الله برضه ربنا يوفقنا بالدكتور الكاس عشان الناس كلها تعبت. طب قول لي يا ابو حليم يعني الشنطه اللي اتاخدت منها اخبارك ايه؟ اخبارها ايه؟ لسه مش شنطه هتجي لي على البيت حالا ابو حليم عبو عمده بلدهم اصلا عشان تبقى فاهم. انا كلمت العمده دلوقتي بس طلع غرفه راح يجيب الشنطه. احنا عايزين الشنطه تخصنا بعد اذنك الشنطه دي تخصنا. كابتن عيسى انا بكره موجود في التمرين ان شاء الله مش شنطه. بس كده وده الاساس. مش شرط يبقى ابو حليم عبو كده مدرب في السوق. لا انت مين ده انت عمده بلدك وعايز اقول لك كمان ان انت يعني
يعني عايز اقول لك ان احنا متاكدين الشطه جايه خد بالك مفيش هزار وهنطلع بكره وهنجيبك مداخله بكره عبد الحليم يتاكد الشطه رجعت ولا لا. ان شاء الله. المهم انت بخير يا عبد الحليم, دي اهم حاجه طبعا, اهم حاجه انت بخير ودايما يعني متالق ودايما نجم في الفريق, ونتمنى لك كل التوفيق عبد الرحيم عبد طبعا نجم الفريق. طبعا سلام كبير للضيف اللي عندك اللي هو خالد ابو زينه باين على محطكت, والكابتن طبعا كابتن محمد معوض وكابتن حسن وكابتن محمود جمعه معايا دلوقتي في الاستوديو. الرائد جمعه سلمنا على الرائد جمعه والنجم محمد معوض والكابتن حسن اللي مودينا في داهيه. حبيبي يا عبد وتوصل بالسلامه ان شاء الله وبشكرك طبعا, بشكر الناس الموجوده معاك ناس محترمه وربنا يخليهم كده ويكتب على خير ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا وتوصل بالف سلامه عبد الحليم عبو نجم الفريق وسنتر بلوك الفريق وسنتر بلوك مصر, توصل بالسلامه ان شاء الله وان شاء الله تلاقي الشنطه اللي اتاخدت منك عبو باذن الله. خلينا نقول ان هو موقف الشنطه ان عبو يعني تقريبا نسي شنطته في حته او حد خدها منه فكنا بندعبه شويه يعني, وان شاء الله اكيد هيلاقي الشنطه. ارجع لك يا كابتن خالد معلش كنا قطعت حضرتك قبل مداخله عبد الحليم عبو, بس برضه يا كابتن بحكم تاريخك الطويل مع النادي الاهلي تقول ايه للجيل الموجود ده؟ اولا الفرقه دي اخلاقيات غير طبيعيه, احنا كنا في بولندا ومش عايز اقول لحضرتك الناس دي ملتزمه جدا ومنضبطه جدا. طب اشمعنى بولندا يا كابتن؟ يعني لو في حته ثانيه لا لا يعني هي يعني هي انا بقول ان احنا كنا في اوروبا والناس ملتزمه يعني فعلا قمه الالتزام. هو كابتن ميدو بس سمح يعني نص يوم ما فيش ثلاث ساعات ان هم يعني يشم نفسهم والحقيقه يعني بالباص ذهابا وايابا صح, والناس قمه في الاحترام وقمه في الادب. ومش عايز اقول لحضرتك يعني الناس دي فعلا فهمت الاحتراف صح. يعني انا بس يعني بشكر كل الناس في الفريق, لكن عايز اخص الشكر بكذا موقف حصل منهم. اول موقف السنه اللي فاتت محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم طبعا اصابته في يعني عايز اقول فعلا يعني اسال كل الافاضل اللي قاعدين معانا هيقولوا لحضرتك ان محمد عبد المنعم فعلا يعني راجل 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 طبعا, وهو كان قاعد معانا دلوقتي الشخص الثاني الجميل الموجود في الفرقه عبد الله عبد السلام ماشي ليدر سمفونية. ليدر ويعني مش عايز اقول لحضرتك فعلا له دور مع كابتن ميدو ومع الجهاز ومع اللعيبه ازاي ربنا يوفقه. الراجل المؤدب المحترم اللي قاعد جنبينا ده يعني لا ما انا عايز اروح يعني بعد اذنك يا كابتن بقى في حته يعني عايز اساله عليها يعني فعلا يعني لا مش عايز اقول لحضرتك دمس ومحترم واخلاقه عاليه بس هو مصر يا كابتن خالد بدون قطع كلام حضرتك انت عامل فورمه السنه دي يعني انت خاسس شويه منها صح تحقيقة مش كده ويعني ايه اللي المفروض الليبرو يعمله عشان يعلي مستواه؟ يعني خلي بالك برضو كل تمارين يعني لسه كان كابتن حسن بيقول كل لاعب في مركزه غير التاني, انت اشتغلت على نفسك ازاي عشان تبان بالمظهر ده؟ هو الميزه السنه دي اشتغلنا مع الدكتور حسن من بدري قوي من شهر 7 انا معاه, وكان العدد قليل كانت ناس في المنتخب, انا ما روحتش المنتخب الفتره اللي فاتت دي, فقعدنا بقى اشتغلنا براحتنا فاشتغلنا على دايت على وقت طويل اشتغلنا بدنيا واشتغلنا بدنيا كويس تشهود يا كابتن عشان ما تقولوش ان انا بحسد الحمد لله انا واخد بالي لان انا كنت لعيب زيكم واخد بالي ما شاء الله ففارق طبعا انت عارف اي كيلو بيفرق وبدنيا الحمد لله الواحد حاسس انه كويس طب المرونه عملت ايه برضه محتاج تمارين مرونه كان برضه مع كابتن الحسن ولا ما بالظبط يعني في الاول طبعا زي ما دكتور حسن قال بنشتغل جيم بنقوي الجسم طبعا جنرال بيبقى اوزان ثقيله شويه وكل ما بنخش على المنافسات في الدوري بنبتدي نسرع واحنا بالذات الليبروهات يعني بنتقلش قوي عشان لازم تبقى خفيف في الملعب تعرف يعني تتحرك في الاستقبال وفي الديفنس تروح على الكفر هنا وهنا صحيح. فنبتدي بقى نشتغل تمرين الرشاقه شويه وكل الحاجات اللي فيها سرعه الحواجز الصغيره السلالم الحاجات دي بتفرق قوي في الحركه ما تعبتش اثناء الموسم خلي بالك انت عملت دايت طويل يعني بسم الله ما شاء الله انت خسيت جامد وعملت فورمه كويسه ده عذاب ده عذاب اليم ان انت تبقى انت متحكم في اكلك وبتتمرن مع كابتن حسن ما بيرحمكش هو في التمرين ما بيرحمش حد الصراحه ما بيرحمش حد ولا واخد بالي ما شاء الله دوره جاي ان شاء الله الموسم خلاص يعني فاضل له قريب ودوره جاي ان شاء الله في تهيألي بعد ماتش الكاس ان شاء الله هيرموك في حمام السباحه بالظبط كده انت عارف هو بقى من قبل كده كمان دوره جاي ده بيحبوك على فكره وهتفتكر حاجه بيحبوك سين الفندق ان شاء الله لينا لقاء معاه بعد نكسب الكاس ان شاء الله يعني ما تعبتش طول الموسم كنت عندك هدف عايزه عايز تحققه طبعا يعني السنه اللي فاتت كان موسم كسبنا بطوله واحده وكان معانا الفرقه يعني كنا احسن فرقه المفروض يعني
كان موسم يعني زي ما قلنا مع الحمد لله كسبنا بطوله واحده شويه ظروف يعني الدوري خسرنا بطوله كان كلنا السنه دي يعني جايين قلنا لا السنه دي لازم كل واحد يبقى في التوب فورم بتاعته واحنا لو الناس كلها ان شاء الله في الفورمه بتاعتها يعني مش حد يقف قدامنا صحيح والحمد لله كل واحد يعني عمل مجهود جامد على نفسه وبقى في الفورمه يعني في وقت الجد الحمد لله كلنا في التوب فورم بتاعنا الحمد لله البطوله دي عدت على خير جدا كنا في فورمه عاليه جدا لما قطب اتصاب طبعا ده بالنسبه لنا قطب نجم الفرقه عمرنا ما لعبنا من غير قطب صحيح وفجاه اتصاب في السيمي فاينل فانت بتلعب نهائي افريقيا في الاهلي من غير قطب موقف صعب جدا صح. بس الحمد لله كان عندنا ثقه عاليه فربنا سبحانه وتعالى وفينا برده كنا حاسين ان احنا لا كلنا جاهزين يعني الحمد لله كنت حاسس ان انا جاهز سعيد جاهز عبد الله جاهز ال 14 لعيبه وال 13 اللي فاضلين كلهم جاهزين وباي حد هنكسب ان شاء الله صحيح فده متهيألي انعكس علينا في الملعب نزلنا في ثقه وخلصنا الماتش الحمد لله بنتيجه عاليه جدا وانت بالاخص كان في ادائك استابيليتي عاليه يعني الحمد لله رب العالمين كنا حاسين بيك ان انت يعني واقف على رجلك الحمد لله ربنا يخليك لو دايما كده دايما موفق ودايما تكون احسن واحد باذن الله الحمد لله ربنا يخليك شكرا الجمعه بقى اجيلك بقى يعني قول لي بقى قصه الحماس وحب اللاعبين وحب الجهاز بينهم بعض ايه يا كابتن ايه القصه دي والله طبعا هو موضوع الحماس ده يعني من وانا بلعب يعني انا وميدو تقريبا جيل واحد فهي الحته مش حته حاجه مصطنعه والله دي بتبقى حاجه رد فعل طبيعي خالص اللي بيحصل في الملعب لاي كوره الموضوع بس انت بتبقى حاسس بكل نقطه انت يعني الفرقه بالظبط واهميه كل نقطه زي طبعا ما قال كابتن خالد ومعوض واحنا السنه اللي فاتت تعبنا كان عندنا ثقه في ربنا كبيره وثقه في اللعيبه ان احنا كنا السنه اللي فاتت ممكن نعمل حاجه كبيره فطبعا يعني لظروف معينه كسبنا بطوله افريقيا وخسرنا الدوري وخسرنا الكاس فالسنه دي الموضوع صعب شويه بقى يعني لازم تعمل حاجه يعني فالموضوع الحماس او الشده اللي موجوده يعني حاجه طبيعيه او ما اعرفش اتحكم فيها بصراحه قول لي يعني انتوا كجهاز فني برضو قول لي الكواليس مثلا ايه اصعب وقت في البطوله او بطوله الدوري او بطوله افريقيا الفتره اللي فاتت انتوا قعدتوا مع بعض كجهاز وقلتوا لا احنا لازم نعمل في حاجه احنا عندنا قلق احنا في خطر ايه الوقت اللي انتوا حسيتوا فيه فعلا انه وقت صعب اثناء الموسم ده والله لو هقول لك على حاجه يعني طبعا هو كابتن ميدو واحنا في واحد طبعا لازم نشكره طبعا كابتن تامر مجدي تايجر والناس اللي ما جاتش طبعا كابتن ايمن الاداري وكابتن زكريا وميكي والناس دي ليها دور كبير قوي بس انا حضرتك بتكلمني على حته الجهاز الفني والله لو عايز اقول لك ان احنا السنه دي فعلا انا من جوايا كان عندي ثقه في ربنا كبيره جدا جدا وعندي ثقه في اللعيبه لان احنا فعلا احنا تعبنا جامد قوي قوي الموسم ده وكنا مركزين قوي من بدايه الموسم فحته القلق او حته ان احنا من جوانا خايفين يعني اقسم لك بالله دي ما كانتش موجوده مش عشان حاجه بس عشان احنا تعبنا قوي السنه دي اللعيبه تعبت قوي ولا حتى ليله الفاينل بتاع افريقيا والله يعني احنا ليله الفاينل عايز اقول لك على حاجه ان يعني لما طبعا كابتن ميدو وتامر قعدنا اتكلمنا الموضوع ما كانش فيه قلق حتى يعني انا لما اتكلمت مع ميدو بكلمه ميدو قال لي انا حاجه كانت مضايقاه وهي اللي شغله تفكيره وشغله باله اصابه قطب صحيح. بس احنا من جوانا كان عندنا ثقه ان شاء الله ربنا هيكرمنا انت لو تشوف وشوش اللعيبه نفس الموضوع ده اتكرر معانا السنه اللي فاتت مع منعم لما وقع عرفت تحس ان في حاجه بركان كامن خرج من اللعيبه لازم نعمل حاجه علشان طبعا عشان الراجل اللي وقع وعشان اسم النادي الاهلي وعشان هم كلاعيبه نفس الموضوع اتكرر معانا السنه دي لو تشوف وشوش اللعيبه هم راجعين الفندق وهم قلقانين ازاي على القطب وهم عايزين يعملوا حاجه القطب عشان الراجل ده تعب لا او اتصاب مننا في الملعب لا انت تشوف وشوشهم يعني والله العظيم هقول لك الموقف بصعوبته لصالح الفرقه بالظبط رد فعله كان ايجابي جدا على الفرقه انا عايز اقول لك على حاجه عادل لما كان بينزل الملعب ويخرج الجمهور كان في جمهور طبعا كبير وطبعا احنا بنشكر الجمهور على المسانده بتاعته العظيمه في الماتش النهائي وطول البطوله عادل والله العظيم هو قاعد جنبي كان بيغني مع الالتراس كان بيغني مع الجمهور الاغاني اللي بيقولوها عارف دي يعني ايه من كتر ما هو متحمس عمال بيغني مع الجمهور يعني انت مش متخيل صحيح فاللعيبه كلها كانت كده باينين من هم بالتزامهم في الفندق لمتهم مع بعض عبد الله لمم الفرقه حواليه وطبعا انت وشوش اللعيبه وتشوفها لا هم مركزين ونازلين عايزين يعملوا حاجه وعايزين يكسبوا فاكيد ربنا كرمنا بسبب تعب اللعيبه دي وسبب تعب الجهاز الفني وكابتن ميدو يعني الله يقول يا كابتن يعني انتوا مع اللعيبه بيبقى في دايما في اي جهاز بيكون في زي حلقه وصل ما بين اللعيبه والجهاز دايما المدير الفني بتحس ان هو في يعني زي ما بيقولوا نظامين
في مدير فني عامل حاجز بينه وبين اللعيبه لازم الحاجه توصل له من خلال وسيط او وسيط جوه الجهاز ده سيستم وبيمشي ويحترم. وفي سيستم تاني المدرب الجهاز الفني كله مع اللعيبه. انتوا بتتبعوا انهي سيستم؟ والله انا هقول لك على حاجه. كابتن ميدو الموضوع ده بالنسبه له اللعيبه دي كلها اخواته. في لعيبه من الفرقه دي لعبت مع ميدو في الفرقه، يعني مثال عبد الله وعبد اللطيف وحسام ومعوض. الناس دي لعبت مع ميدو ولحقته فعصرته قد ايه الراجل ده محترم وقد ايه الراجل ده بيحب النادي الاهلي وبيحب شغله. يعني هو كان سايب جزء كده ليا انا وتامر في وقت كده كنا ممكن يجي يتكلم معانا احنا، يعني او احنا كنا انا يعني هو دايما بيوجهنا انا وتامر يا جماعه النهارده مثلا عايزين نقول للعيبه نعمل 1 2 3. بس حته ان هو عايز يعرف اخبار الفرقه او الكلام ده صدقني احنا كان بنتعامل كعيله، مفيش حاجه مداريه ومفيش حاجه مستخبيه، كل حاجه كانت معروفه واللي في قلبه حاجه كان بيخرجها. لو هو زعلان من حاجه بيجي يتكلم على الملأ، يا جماعه انا عندي 1 2 3 مضايقني. ما كانش في حد زعلان، بس لو كان مثلا موقف صغير مضايقه بيجي يقول يا جماعه انا متضايق من 1 2 3. لو عنده اي حاجه كان بيجي يخرجها. فاحنا ما كانش عندنا حاجه مداريه، بالعكس احنا بنتعامل كعيله. طبعا كابتن خالد اخونا الكبير كان لامم الناس حواليه وهو وكابتن ميدو. فالموضوع احنا بالنسبه لنا النادي الاهلي او الفريق ده بالذات عيله، مفيش حد يعني حتى شكري المحترف اللي جانا بقى واحد من الفرقه، تحس انه مصري يعني. يعني يعني حتى في التمرين عارف احنا عندنا حته الفهلوه بتاعت المصريين في التمرين، يسرق بونت يقول لك اوت، شكري بقى زيهم. فالموضوع والله فعايز اقول لك ان دخل مع الفرقه وبقى زيهم بالظبط. فالوضع عايز اقول لك ان اي حد بيجي الفرقه دي صدقني بيبقى بيكتسب بالظبط. وده باين يا كابتن، والمكسب ما بيجيش من فراغ يا كابتن خالد. يمكن يعني كل الكلام اللي انا سامعه ده انا بنحب نحطه قدام الساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين ان المكسب ما بيجيش من فراغ. يعني شوف حضرتك الحته بتاعتك عاملها، الحته بتاعت كابتن جمعه عاملها، الحته بتاعت كابتن حسن معوض، اللاعبين، الجهاز، في هارموني غريب. احنا عايزين بس نشيد بميدو شويه طبعا، لان ميدو يستحق الاشاده. وانا بقول الكلام ده يعني انا عارف كل المدربين انا عشرتهم. ميدو عامل توازن كبير جدا بين اللعيبه معاه ومع الجهاز. يعني جمعه خد من على لساني كل الكلام اللي عايز يقوله. فعلا ميدو انسان يعني بيقولوا لو عصرته كده ينزل النادي الاهلي. مخلص جدا، امين جدا، محترم جدا مع اللعيبه، تمام، حنين جدا على اللعيبه، تمام. طور نفسه بشكل غير عادي مع في في في, في الناحيه الفنيه بيتابع الجديد على طول. بيتابع الجديد، تمام. فعلا عمل زي ما بيقولوا سيمفونيه ما بين كل الناس. احمد قطب ربنا يشفيه ويعافيه، ولد جميل وطيب وفعلا اخلاقياته عاليه وما يتخيرش عن اي حد من اللعيبه، تمام. ومش عايز اقول لك الحب، ويمكن كان معايا جمعه وكان معايا حسن، الحب اللي احنا شفناه وهو بيعمل الرنين ان لعيبه سموحه كلها ولعيبه الطيران كلها ولعيبه الجيش وجم لعيبه الجيش ظروف في الفندق واحنا عندنا نهائي معاهم، مش من لعيبه الفرقه بس، ده من لعيبه الفرقه كلها. لا معلش بالظبط. فده ان دل يدل على ان فعلا الولد ده محبوب كويس. عبد الله عبد السلام في النهائي لما هو كابتن الفرقه واقدم واحد ويحاول يرفع روحه المعنويه ويديله كاس صحيح علشان يرفع روحه المعنويه دي تسوى كتير. خلي بالك ده اصغر لعيب، عبد الله كان واقف جنبه بس بيسنده يشيل الكاس مش واقف جنبه. بالظبط. يعني هو كان ممكن يسيبه خالص بالظبط، بس عشان كده هو كان بالعكازين بالظبط عبد الله وفضل جنبه بس يساعده على رفع الكاس بالظبط. لما بقى هحكي لك موقف يمكن من خلف كده الكواليس. اديني بقى الحاجات دي يا كابتن. عشان بس هي الحاجات. يوسف حمدي الصفر اصغر لعيب في الفرقه 17 سنه يدي ميداليته لمعاق. لا كابتن لا دي قلناها امبارح يا كابتن، لا دي حاجه جديده. و و و و و والمعاق ده انت قلتها امبارح فين؟ لو قلتها امبارح على بتاع على ملوك الصالات والنادي الاهلي امر انه يعمل له ميداليه ثانيه. لا ما هو كابتن رؤوف فعلا استجاب على طول استجاب. انت لما حصل الموقف ده يا كابتن خالد انا دمعت. شوف اصغر لعيب تمام ادى ميداليته. الكابتن معوض اتصل بيه واحد من 57 قال له كلم الكابتن خالد على الفور. انا كلمت الاستاذ محمد الجرحي والكابتن رؤوف عبد القادر والاستاذ محمد الضماطي
مش عايز اقول لك اللي اتعمل مع الولاد ايه. ويمكن محمد يكمل لك ان الفرقه كلها عايزه تتجمع وتروح مستشفى 57 ان شاء الله علشان يعني يبقوا وسط الولاد دول. تمام، كابتن معاكم ان شاء الله. كابتن رؤوف عبد القادر جاب اللي هم المعاقين ذهنيا من 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 نادي مدينه نصر. كان معاهم الاخ الكبير العجل هم القدوات، واخد بال حضرتك؟ صدقني ربنا بيوفق باسباب. صحيح، واخد بالك؟ يمكن اسعاد الناس دي، هم دول الابطال، يمكن اسعاد الناس دي ربنا كرمنا بيهم. بس انا اول مره اعرف المعلومه ان معوض هو لا معوض انت كلمك لا حد معوض من المستشفى اسمه خالد. قال لك ايه؟ والله كان خالد يعني تعرفت عليه على الفيس، كنا بنتكلم على الفيسبوك مع بعض، فقال لي يعني يوم السيمي فاينل، قال لي نفسي يعني اكتر حاجه بتسعد الاولاد ما يجوا يحضروا الماتش. المشكله قال لي يوم السيمي فاينل، فانا يعني انا كان في بالي ممكن يجي ماتش في الدور المجموعه. الجمهور ما كانش كتير قوي، كانت الامور ممكن الامنيه سهله شويه، فانا يعني كان نفسي بس اتاخرت شويه في الرد. انا كنت خايف يعني النادي يكون فيه مشكله ممكن الموضوع ما يمشيش الصراحه. حصل لقيته بيزن فقلت خلاص توكل على الله وعرف الكابتن خالد، وان شاء الله ربنا يعني يقدم فيه الخير، لو في خير هيجوا ان شاء الله. بس عاوز اشكرهم، اشكر الكابتن خالد والكابتن رؤوف اعضاء مجلس الاداره، عملوا شغل يعني ما شاء الله جامد جدا، ويعني استضافوا بعتوا اتوبيس للمستشفى وجابوا 50 ولد وجابوا برضو مرضين معاهم، جم حضروا الماتش وجبنا لهم هدايا، ومتهيألي يعني دي كانت من اهم الاسباب ان ربنا كرمنا في الماتش النهائي وكسبنا، احنا فرحناهم والناس يعني ساعدوا جدا الحمد لله. فدي يعني والنفس اللي قاله كانت خالد برضه ويوسف ده طبعا دي قريتها من حضرتك امبارح طبعا، يعني حاجه دي حضرتك طبعا. مش عايز اقول لحضرتك يعني يعني هو ده النادي الاهلي، ده اصغر لعيب. صحيح، ده اصغر لعيب واول ميداليه افريقيه في حياته في حياته مع النادي واكبر لعيب. تمام، بياخد زميله ويروحوا علشان يسيب له بكاس وهو مصاب. صحيح، دي عناوين. صحيح، وعناوين محدش قال ومعه هو في وسط البطوله يجي له فرصه زي كده يرفعها لحضرتك. ما حضرتك في وسط البطوله ما تتاخرش، ما تتاخرش وتاخد الموضوع ترفعه للاعلى، وما احنا ممكن نرفعه ما يتنفس وتاخده بسرعه يتنفس. مش عايز الوقت مش انت عايز انت مش عايز تليفونك ما بيسكتش. مش عايز مش عايز اقول لحضرتك انا كتبتها، لان احنا عاملين اللجنه لينا مجموعه انا كتبتها والله كله. الاستاذ محمد الجرحي رد عليا في اقل من 3 دقائق، يمكن الكابتن رؤوف الساعه 12 انا عارف ان هو بينام بدري، راح داخل على طول محمد بيت ضماطي بعديها ما فيش ب3 دقائق قال لك يلا عمل كده وقال لي شوف كل الامكانيات وزلل واشتغل. وهم الحقيقه يعني يعني برضو انا بشيد بيهم في حاجه، ان هم كانوا مديني صلاحيات كتيره في البطوله. يعني انا حضرتك كنت قديها يا كابتن؟ لا يعني انا يعني انا بامانه رب بامانه ربنا محمد بيه الجرحي ومحمد بيه الضماطي كابتن رؤوف عبد القادر ادوني صلاحيات كتيره في البطوله، مش عشان ان انا مدير الاداري، لا ادوني صلاحيات في البطوله، وكان في حاجات صعبه وقدرنا نزللها. كنت قديها يا كابتن؟ يعني الحمد لله ربنا يكرمك واثبت ذلك. الحمد لله. انا بس يا كابتن حسن عايز اروح له قبل ما الوقت يجي بيجي. ابو علي ده ابو علي جميل، خد بالك في حاجه بقى. ابو علي جميل وايه وبركه وبيصلي بينا امام يعني في حاجات كده الكواليس بس لا انت كده بقى لا لا ابو علي ومش عايز اقول حاجه تانية. لا قول يا كابتن. يعني مش عايز اقول حاجه تانية. قول يا كابتن احنا هنا احنا جبنا رنجه والله وقلنا نقضي جنب النسيم بدري، واخد بالك؟ وهو اللي قام عملها لينا كلنا الجهاز يستاهل. بس طبعا ما دخلناش اللعيبه في الموضوع. طب انا عايز بقى اكل الرنجه دي معلش، لا تخصنا والطاقم اللي معايا ويعني وكل الزملاء اللي معايا الحقيقه عايزين الرنجه بعد اذن حضرتك ضروري عشان شباب ميسين بعد بكره. اجل حضرتك سريعا بقى، لما كان بيبقى عندنا ضغط المباريات وكنا قلقانين جدا على الاجهاد، اللعيبه بتخلص المباراه متاخره، ماتشنا 8 خلص 8 اقول مثلا 9، بتعمل ايه من بعد المباراه؟ بص هو البدايه مش من بعد المباراه، هو البدايه من اسلوب التدريب اللي احنا كنا بنتبعه من اثناء المعسكرات. تمام. واثناء فتره الاعداد الخاص، ان احنا كنا بنعود على نفسينا على احنا كان عندنا دوري نظام دورات مجمعه. صحيح. كنا ممكن نلعب ماتشين او ثلاثه ورا بعض، واحيانا بيبقى في ماتشات جامده، يعني مثلا احنا كان عندنا اصعب 3 ماتشات في الدورات المجمعه سموحه والزمالك وجيش ورا بعض، فده كان اسلوب تدريب احنا بنتبعه من قبلها بفتره. بتعمل ايه؟ ان احنا بنبدا نعمل شدات عاليه 3 ايام ورا بعض، يعني الاول كنا مثلا سيميوليشن للوضع ده بالظبط كده، يعني احنا مثلا كنا في فتره من الفترات بنمشي زي نظام شده، يوم عالي يوم واطي وهكذا، بعد كده بدانا يبقى يومين عالي يوم اقل، بعد كده بنوصل لحد يبقى عندنا 3 ايام زي الماتش. ايام بالظبط، يعني احنا عملنا نفسنا على الجو ده.
واحنا في نفس التوقيت برضو احنا كنا بنتمرن ممكن مخلصين تمرين 12 بالليل، بعد عندنا تمرين من 9 من 10 ل 12 بالليل في النادي، وبيبقى عندنا تاني يوم تمرين الصبح الساعه 10 او الساعه 11. فده كان نظام التدريب بتاعنا، ان احنا يعني تبقى حاجه مشابهه للواقع اللي احنا هنكون فيه هنعمله، فده كان ان اللعيب ما يصدمش ساعه الماتش بوضع معين انه صاحي بدري او ده طبعا بقى بالاضافه لحاجات الريكفري اللي احنا بنعملها، سواء السبلمنت او سواء ترجع. احنا لما اليوم اللي اتصاب فيه قطب ده طبعا كانت كل لعيبه تبقى زعلانه ومتضايقه ومش عايزين ياكلوا، خضت طبعا. يعني احنا وزعنا نفسنا، انا في ناس راحت مع اللعيبه الاوضه، كان عندنا حمام ثلج لازم يتعمل، وقفنا على راس اللعيبه يا جدعان مفيش هزار، احنا لازم ننفذ الحاجه اللي موجوده، عندنا ماتشات، الماتش بعد بكره جاي، احنا عايزين نساعد زميلنا اللي وقع ده ان احنا نديله البطوله، فلازم نعمل حاجات مضبوط. وقفنا على كل لعيب لحد ما خلص الحاجه بتاعته، ورحنا الفندق نبهنا عليهم ان الناس كلها لازم تاكل كويس، وما الزعل ان احنا عايزين نفرح الراجل ده ان احنا نجيب له البطوله، مش الزعل مش هيفيدنا باي حاجه. ده بالظبط اللي حصل، واحنا كنا متاكدين ان حضرتك ورا الموضوع ده، عشان كده كنت بسالك. بس انا بعتذر لكم، الوقت مر سريعا، بشكر ضيوفي، بشكر كابتن حسن ابو مجيد بخطه الاحمال اللي عمل دور كبير مع الفرقه، بشكرك نورتني وشرفتني يا كابتن. كابتن محمود جمعه بشكر حضرتك نورتني وشرفتني، ومزيد من التوفيق. كابتن خالد ابو زينه طبعا المدير الاداري، ما عايزين نشكر اثنين، قول اتفضل. نشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، ونتمنى له الشفاء طبعا، وبنبعت له الكاس ده ان شاء الله تمام، ليه؟ عشان نفرحه طبعا، لان هو محتاج يفرح. وعايزين نشكر سفير مصر في بولندا، سفير مصر في بولندا نوجه له الشكر مع حضرتك. وهو مدير مصر الاستاذ حسام القويش، يعني اسال اللعيبه اكيد قابلنا ازاي، لان احنا رحنا انتخابنا، دول ولاد مصر، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنشكره مع حضرتك. معوض بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. بس يعني اتمنى الشفاء العاجل لاحمد قطب طبعا، اللي هيدي له طبعا المكسب ده. برضه بنبارك اللعيبه اللي كانتش معانا في البطوله، تعرف القايمه 18 طبعا. للاسف لعيبه كلها ما بتبقاش معانا، حماده وشريف ومروان وكريم برضه لعيبه مهمين جدا بالنسبه لنا واخواتنا، بنبارك لهم بالفوز ده، وان شاء الله المره الجايه يكونوا معانا. وهم معانا يعني في اي وقت وفي اي مكان طبعا. وهم كان لهم دور وهيبقى لهم دور كمان اكيد طبعا ان شاء الله. شكرا جزيلا. فاصل سريع هنطلعه، وارجع بقى كل الضيوف وكل النجوم، ضيوف ايه ده، هم اصحاب المكان، كل النجوم طبعا ييجوا ينضموا لنا. هناخد بقى طبعا الصور بتاعتنا والتورته بتاعتنا اللي طبعا هتتاكل، بس مش هتتاكل كتير طبعا، كابتن الحسن قاعد لهم مش هياكلهم، خلي بالكم مش هياكلوا، هيقفوا معاهم، بس على الاقل نعمل التقليد بتاعنا. فاصل صغير وجه لحضراتكم. وتتوالى البطولات. رجال الأهلي للكرة الطائرة، مبروك ملوك الصلاة الفوز ببطولة أفريقيا. ميدالية الذهبية والمركز الأول. البطولة رقم 50 للألعاب الجماعية. الأهلي نادي القرن. الأهلي يواجه سموحة في الجولة 31 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. الاستوديو التحليلي غدا الساعة 6 مساء على قناة الأهلي.
طول عمرنا ما بنيأسش، ما بنخافش، بندور على الصعب ونروح له. عشان كده مفيش حاجة بتفرقنا. احنا الاهلي، اعظم نادي في الكون. زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه، الحقيقه الواحد بيخاف ينام ويصحى يلاقي فيه بطولتين ثلاثه دخلوا الاهلي ما يعني بلحقش يغطيهم. هو ده الحقيقه النادي الاهلي، يعني اللي واقفين معانا دول ابطال ونجوم فوق العاده، تحملوا ضغوط غير طبيعيه، اشتغلوا وبنوا واشتغلوا على نفسهم، عملوا كل اللي ممكن يتعمل عشان هدف واحد، الهدف اللي احنا شايفينه ده، بطوله الدوري وبطوله بطوله افريقيا دوليا يعني محليا وافريقيا، احنا ملوك الصالات في الكره الطائره. ونفس الكلام بالنسبه للسيدات. انا بشكر طبعا ضيوفي اللي منوريني، بشكر كابتن محمد مصلحي، بشكرك وبتمنى لك يا كابتن من كل قلبي التوفيق ومزيد من البطولات. انا الحقيقه حضرتك تستحق ده. والله انا مبسوط جدا بالجهاز واللعيبه، ومبسوط جدا ان انا انتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي. كابتن خالد بكل التوفيق، كان رئيس الجهاز الاداري للفريق، وبشكر طبعا كل اللاعبين وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. شكرا. وهنستاذن حضراتكم ان شاء الله تابعونا برضو الاسبوع ده، هنحاول بشكل كبير برضو نكون معاهم ونكون قريبين حتى من فريق الرجال الكرة الطائرة، وأيضا ماتش السوبر تابعونا هنقول لكم هنعمل إيه إن شاء الله. بشكر ملوك الصالات للكرة الطائرة، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء تاني مع بطولة تانية مع ملوك الصالات. شكرا جزيلا لحضرتك. مشوار مليان اساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم.
مشوار مليان عصافير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. خلاص اتشال